محطتنا الأولى سالي بمساحتنا الصباحية رح نتطرق فيها طبعا على بوابات عالم المعرفة كقيمة عليا وعملية تفاعلية ومستمرة مدى الحياة. دور المعلم أيضا بخلق بيئة تعليمية تتسم بالدفء وتمكن المتعلم من التفكير. كيف ممكن أن يحقق المعلم التوازن بين قيمة المعرفة وقيمة التأمل وغيرها من المواضيع رح نتعرف عليها أكيد مع الدكتور يوسف الفروي مدير تنفيذي بمؤسسة تنموية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك وللسادة اليوم المشاهدين، اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. هلا فيكي. هلا فيك. يسعد صباحك دكتور. يعني دائما نحن بنرتبط بالمحيط او بنرتبط خلينا نقول بالشيء اللي حوالينا. البيئه دائما هي بتلعب دور للانسان سواء كان فنان او شاعر او حتى طالب. خلينا نحكي المعلم او الاستاذ كيف فيه يعمل هذا الجو يلي بيخلي مثلا طالب ينشد للدراسه، يحب الماده، يحب انه يدرس. هلا بالدرجه الاولى انا بقول من اهم وظائف المعلم انه هو بالقاعه التدريبيه ما ينسى ابدا انه هو ايضا متعلم. يعني اذا ضل دور المتعلم قوي داخله، ضل هذا الطفل شغوف بالمعرفه، لانه دائما المتعلم بموقف اقوى من المعلم انا برايي، لانه عم بيستقبل الامور بصدر رحب، عم بيتعلم دائما. يعني سلوك الطفل للمعلم كثير مهم، انه انا فعلا حتى هذا المتعلم اللي امامي انا مو بس جاي لقنه، مو بس جاي اعطيه بعض يعني مجموعه معارف ومفاهيم، لا، انا جاي فعلا اتعلم منه. لما بيكون هذا الرول واضح عندي، هذا الدور واضح عندي، فانا اكيد بكون اكثر انتاجيه بالبيئه التعليميه، وبيكون الطالب اكثر فائده واستمتاع وتعلما. طيب دكتور، كيف ممكن انه تتحقق المعادله بين قيمه المعرفه وقيمه التامل، وخاصه مثل ما عم نشوف هلا بالصور اللي عم تظهر على الشاشه انه في بعض المراجع الاجنبيه الحديثه اللي عم تستند الى ايضا بتطوير هي المهارات؟ يعني كثير مهم انه يعني بناء عقليه فضوليه، يعني انه الطالب او المتدرب او المتعلم اصبح يميز انه مو كل معلومه، مو كل قصه بتجي هي حقيقه مطلقه. لما بيضل هذا الفضول حي عنده بيضل ببيئه تعلم افضل. يعني لازم دائما المتعلم يتعلم، يفكر بالمعلومات اللي عم تجيه، ما يعتبرها حقائق، مو كل فكرة أو معلومة ترد إلى الذهن نعتبرها حقيقة. دائما المعلومات بالبيئة العلمية، أصلا البيئة العلمية قائمة على أنه أنا دائما في تحديث للمعارف للمفاهيم، والأهم من هذا من أهم من المعرفة أو من المعلومة أنا إمكانية قدرتي على أني ميز بين أنه هاي المعلومة هل هي بحاجة لإعادة تمحيص، أنا أتأمل فيها، أتفكر فيها، يكون فعلا عندي رأي فيها، مو يكون تلقيني. للأسف درجت عنا بكثير من مناحي التعليم. صحيح. فكرة أنه أنا وكأنه المعلم هو فقط من يعلم ولديه يعني معارف الأولين، ولا نعم. تماما. والطالب أنا بيجي بحشي فيه معلومات، جوجل بيعرف أكثر من الكل. هلا إذا إذا صح. إذا هيك ما في نقاش، يعني إذا حدا صحيح. طالب حاجج أي أستاذ ما في نقاش بأي فكرة، خلص تماما، يعني ولا كأنه حقائق مطلقة. وبيعتبر كثير من للأسف المعلمين، طبعا المعلم الحقيقي لازم ما يكون هيك بأي مجال تعليمي وجب، صحيح، إنه أنا الهجوم على المعلومة لا يعني هجوم شخصي علي، هي المعلومات أنا بحدثها، بستبدل معارف قديمة بمعارف جديدة. على صعيد حياتنا الشخصية هيك فينا نتعامل كمان. صح. يعني مو كل حزمة الأفكار اللي عنا هي أفكار نهائية لا تقبل الجدال، بتصير الشخصية صعبة، بتصير بتتعاطى مع المحيط بطريقة صعبة، بتتعاطى مع الحياة بطريقة صعبة. طبعا بالعلم وبالتعلم هذا مقتل، انه انت اصلا دائما بالمحاججات العلمية بنقاش رسائل الماجستير او الدكتوراه الكل قدامهم دليل واحد هو الأدلة الموجودة علميا بين ايديهم، وليس معطيات مسبقة وانا شو بعتقد او انا شو ورثت كأفكار أو كمفاهيم. نعم دكتور، أيضا يمكن تأكيد على الشيء اللي حضرتك عم تحكي أنه النقاش لازم يكون بين الطالب وبين الأستاذ، يعني لازم يكون في أفكار دائما، حتى الأستاذ ممكن يأخذ من الطلاب أفكار جديدة. يعني نحن بتطور ويمكن الشغلات القديمة ما رح تنطبق على هذا الجيل، فقدامهم يكون في شوي أنه يأخذوا ويعطوا بهذا الموضوع، ما يكون بالشكل التقليدي
يعطي الدرس يقول له لا انت اسمعه بس ما تجاوب بتناقش لحاله يمشي. يمكن كثير يعني اشرتي لنقطه هامه، طبعا هلا الاستاذ او المعلم اينما وجد يعني سواء بالمرحله الجامعيه او بمرحله التعليم الاساسي او التعليم الاعدادي، لما بيكون هو فقط ملقن هو خسر شيء كثير، يعني تحول لإنسان ميت ما عم بيضيف لنفسه اي شيء. يعني انا مثل ما الطالب لازم يتعلم انا لازم اتعلم، وفعلا في شيء عند الطالب، في شيء عند بالبيئه الصفيه بهذا التفاعل اللي بيصير بالقاعه الجامعيه، في تفاعل المفروض يكون موجود يضيف لي انا، لانه يعني انا اذا ما عم ينضف لي طب كيف بعد فتره؟ يعني شو زاد المعلم؟ العلم، التفاعل، التواصل. اذا هذا الزاد انا قطعته عن نفسي او اعتبرت انه طبعا لا يعني فقط انه رح ياخده من التجربه الصفيه او ضمن القاعه الجامعيه، لا هو ممكن ياخده من مناحي كثيره، يعني ممكن ياخده من كتاب. للاسف يعني مو بس الخريجين عنا، جزء كبير من المجتمع المفروض هو علمي عم بيعمل نوع من الطلاق او فقط يعني الضروريات بما يخص التعلم، هي كارثه، لانه فقط المكتفي بعلمه هو الجاهل. يعني هذا اللي بيحس حاله مكتفي. انا بعرف يعني كلمه انا بعرف كثير خطيره. صحيح، تمام. فاي حدا بيقولها سواء كان طالب سواء كان معلم بمجال الاعلام، انتم عندكم يوميا في نظريات جديده، في افكار جديده، في تجارب جديده بتعطي حيويه، بتعطي حياه لكم وللبرامج اللي بتقدموها. أكيد دكتور. طب خبرنا يعني هلأ مثلا كثير عم نشوف أنه الأفكار دائما مقولبة وروتينية وخشبية، خلينا نقول كيف فينا نحول هاي الأفكار اللي عم تنعطى بمنحة كثير أكاديمي وعلمي لأفكار منتجة، أفكار ممكن تكون مرنة بتناسب هلأ هاي الفترة اللي نحن فيها بسوريا، قابلة يعني للتنفيذ على أرض الواقع؟ يعني زينا اليوم أشار السيد وزير التربية أو مبارح يعني تصريح كثير كان جميل، أنه نحن بدنا أسئلة تعتمد على التفكير، مو يعني مو فقط على معلومة أنت حافظها وعم تتقيأها، لأنه عن جد ببساطة هلأ جوجل فينا نسأله عن كل شيء، يعني شو اسم يعني زوجة الرئيس الصيني السابق بلحظات ناخدها، يعني هاي معلومات ما عادت هي شو عاصمة المكان الفلاني، شو هذا النوع من التلقين ولا زمنه. أنا صار لازم أبني عقلية تعلم الطالب كيف يفكر ويحلل تماماً، هيك بطلعوا من الجمود، من أنه أنا ورثت هيك. بتصير للأسف يعني كومفورت زون هي منطقة راحة بالنسبة لإلي، هيك أهلي حفظوني، هيك المجتمع حفظني، ما بدي أفكر بشيء جديد، أنا ما بدي أتعلم شيء جديد. فإذا كنت أنت عم تورث شيء لو كان سليم، يعني لو كان عندنا عقدات أو تقاليد يعني بنعتز بجزء كبير منها، حتى هي تورطها بطريقه غلط، لانك ما عم بتفلترها، ما عم كيف عم تجيك عم تاخذها، عم تتلقاها بدون اي تمييز، يعني بدون اي وزن حقيقي. صحيح. لسلامتها وصحتها. يمكن في طلاب كثير يعني بس بتقول اعطينا اول كلمه لتكون باصمه، يعني ممكن احيانا تكون عن جد دارسه وتعبانه على حالها، بلا أول كلمة ما رح تقدر تمشي. هون منشوف إنه الفهم غير البصم، يعني عن جد يمكن هدول النقاط كتير مهمة، كتير إنه أشخاص بيبصموا بصم بيجوا حتى للحياة العملية ما بيعرفوا يتصرفوا، يعني حتى هلا ليش كثير انا بقول لهم من قوانين الفيزياء بتلاقي للاسف حتى بيروح حد على كليات مثل الهندسه بتتبخر تماما، لانه انت اللي بتفهمه كثير صعب انك تنساه، لكن اللي بتحفظه رح تنساه، اللي بينفرض على روحك وعقلك فرض رح تنساه، رح ترفضه، فطرتك الطبيعية رح ترفضه. لكن لما أنت بتفهم بتعيش الفيزياء، بتحس فيها بمحيطك بتفاعلك مع الحياة، وقتها بعمل منك أنا مهندس فعال أكثر، بعمل منك طبيب حي أكثر، بعمل منك دارس فلسفة فعلا بيناقش الأمور والحياة بطريقة أعمق وأجمل. غير هيك يعني التلقين بظاهره مغري، بحقيقته مقتل. مغري ليش؟ لأنه أسرع وعلى السريع وبحفظ المادة من هون بنساها من هون وكأني ما عملت شيء، لكن فعليا أنا عم ضيع حياتي، يعني إذا ما أنا تجربة غنية جميلة فعم ضيع حياتي. يعني هي الجامعة أو فترة الدراسة اللي بعدها للأسف أحيانا بتشوفي حتى هذا الحكي دراسات العليا، إذا أنت ما نميت عقلية الطفل الباحث عندك هيك اللي عم بدور يعرف بالحياة، يعني راح شغفك، أنت في شيء مات جواتك، يعني اللي هو الشيء الأهم.
100%. يعني وتصديقا يمكن سالي لكلام الدكتور يوسف انه حتى برساله البحث تبع ان كان ماجستير او الدكتوراه عم نلاقيها قليله الافكار الجديده، دائما الافكار عم تعاد يعني من سنه لسنه، انه انه اكثر وحده اخذت تأييد من مثلا الدكاتره هن بيرجعوا بيعيدوا ترتيب المواضيع. خلينا نحكي اليوم بظل وجود التكنولوجيا انه دائما عم نقول انه اسال جوجل اسال جوجل، وفي شفنا مواقع كثير عم تعطي معلومات او عم تعطي دروس حتى بالحياه هي ما انا تابعه لشيء يعني او مصدر معين. خبرنا اليوم كيف فينا ننمي عند الطفل هذا العقل التحليلي بدون الخلط مع التكنولوجيا، لانه ما فيك تفصله، نحن هلا بعصر صارت اساسيه التكنولوجيا. يعني كثير طبعا مهم انه يتعلم يعني ما يستثمر من قبل التكنولوجيا حاليا، يعني الاكثر وعيا عم بيستغل الاقل وعيا عبر التكنولوجيا. يعني اللي بيعرف اكثر عم بكل يعني للاسف يعني نحن ايامات بنلمسها بشكل حرفي ومباشر انه فعلا في حدا يعني كيف بمسرح كراكوز وعيوض كيف بيكونوا عم تماما هيك بيصير للاسف، لانه في حدا عم بيتلقى بدون اي فلتره بدون اي تقييم بدون اي هذا الحكي بنشوفه على السوشيال ميديا، بنشوفه احيانا للاسف بمعلومات طبيه بتمس يعني صحه الانسان بشكل مباشر. صح بتبناها صح. على ان التكنولوجيا ما لها خطيره ابدا اذا كنت انا اللي عم بستخدمها، كثير خطيره اذا كانت هي اللي عم تستخدمني. لا اقدر انا استخدمها بدي نمي ملكات ومهارات معينه عندي على رأسها تفكير نقدي، تفكير تحليلي، وزن الأمور بشكل الصحيح، كيف أنا فعلاً بميز يعني أنت قصدك مو أي فكرة نحن بنستقبلها المفروض أنه ممكن نقتنع فيها، المفروض نحلل طبعاً هاي يعني المعلومة وال هلأ بتحطي على فيسبوك قال الدكتور فلان، الدكتور ما بيكون سمعان بالقصة ومصدر طبي، يعني فيكي تعملي بلوية طبية، بلوية مصيبة إذا المجتمع ما له عم بفلتر هاي المعلومات بشكل صحيح. صح. بالكارثة بالمعنى الحقيقي، لأنه هاد بيشير بصير ألف واحد عم بيتعاطى مع هاي المعلومة، هل إلى أي مصداقية أو مرجعية علمية حقيقية؟ ما إلى أي شيء من هذا القبيل. طب أنا كيف بدي ميز؟ أنا بزحمة هاي المعلومات بزحمة هاي الأفكار صح كيف بدي ميز؟ بدك تميز بأنك تميز ملك يعني تعزز ملكة التمييز عندك اللي هي أنا كيف بزين الأفكار؟ يعني أنا مسؤول مباشرة عن ذهني، ما أكون هو الماكينة اللي عم تشتغل وتاخذني كيف ما بدها، لا هي الماكينة اللي أنا عم شغلها لأقدر ميز الجيد من الرديء، يعني هي وظيفتي. طبعاً موضوع التفكير النقدي أو مهارات التفكير أو التفكير التحليلي صارت تدرس بالجامعات وبالدول المتقدمة كشيء أساسي من المنهاج العلمي، يعني صار إلى وزن حتى أكثر بكثير من أمور حفظية، يعني صراحة صارت متاحة جداً. يعني إحنا ليش بنحفظ قصة؟ مشان نستحضرها لما بنحتاجها. طب أنا إذا قدران استحضرها بأي لحظة ممكنة، شو صار العبرة من أني أحفظها؟ يعني صار الحفظ كثير ولى عليه الزمان، يعني كثير كثير مو شوي. لهيك حتى موضوع قطع الاتصالات اللي بنشوفه ما عاد نحن بحاجته اذا التفكير تحليلي، اذا انا عم حط اسئله مبنيه على تفكير تحليلي لانه ما عنده وقت، لانه حتى تسريب الاسئله لا ما عاد له قيمه، لانه صحيح. انت امام حاله بدي اشوفك، انت بدي اشوف بصمتك انت كروح كانسان، بدي اشوف انت شو حكيت بهذا القطاع، شو انتجت شو انجزت، يعني ما بدي اشوف شو قالت الكتب او شو لقنك استاذك او مدرسك. تماما. يمكن هدول الاشياء النظريه يمكن كمان لازم مع تطور الزمن ايضا تعدل، يعني نشوف تعديلات كثير بالمنهاج، يمكن هلا بوقتنا الحالي واللي وصلنا له مع تقدم التكنولوجيا يمكن صرنا بدنا نواكب هذا الشيء وما نعتمد على الاشياء يمكن الثابته، وايضا احيانا بنفوت مثلا على الانترنت لنقرا شيء معين نتقيد فيه وبيكون عن جد انه غلط، يعني فنحن يعني وقت نتقيد بهذا الموضوع ونرفض نحن انه نسمع ايضا اراء وافكار ثانيه قديش كمان بيكون مشكله كثير كبيره، وبنتبنى كمان يعني بنتبنى هيك قال النت هيك كان المرجع، يعني بلا ما نحن نطور او بلا ما نضيف عليه اي شيء من نفسنا مثل ما حكيت. هلا سمعت المفكر النقدي اللي هو المتعلم الحقيقي او المعلم الحقيقي انه بيسمع عنده قدره على الانصات على الاستماع توازي قدرة الطفل هو عم يتفرج على حديقة بده يشوف كل شيء، ما عنده مشكلة يشوف أي شيء، لكن موضوع الأحكام مؤجل عنده، ما بيصدر حكمه بشكل مباشر، بيتبنى منهجيات سليمة فكرية صحيحة
قبل ما يتبنى النتيجة أو يروح مع هاي وجهة النظر أو هديك. مو غلط يكون عندنا وجهة نظر، لكن غلط يكون عندنا وجهة نظر ما أنا مبنية على أدلة. مو مشكلة يكون عندنا أي توجه عقدي أو فكري، لكن يكون مشكلة ما يكون عندنا أسباب وأدلة. نحن آخر شيء بشر، يعني تم تمييزنا عن باقي المخلوقات بهذا العقل. صح، أكيد دكتور يوسف. يعني نحن بنشكرك على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها، وفعلا نتمنى ومنضم صوتنا لصوتك أنه يصير في استخدام العقل، لأنه العقل يعني هو آلة جبارة بجسم الإنسان، ممكن تخلق أفكار مبدعة. فنحن بنتمنى من كل الطلاب بكافة المستويات أنه فعلا يشغلوا الفكر التحليلي، ينتقدوا، يقولوا لا للفكرة اللي ما بتعجبهم، وإن شاء الله ملاقيهم ناس مبدعين وناجحين بالمجتمع. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا، وشكرا للمعلومات القيمة اللي عطيتنا إياها دكتور. إن شاء الله يا رب هيك كل حدا شاف اليوم فقرتنا معك يقدر يستفيد من هيدا المعلومات، وقد ما فيه يعتمد على حاله وعلى تفكيره وعلى إحساسه أحيانا وشعوره. شكرا لك.